بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيه تهنئه الى اخيه فخامه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى اليوم الوطني لبلاده اعرب سموه فيها عن اطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بهذه المناسبه الوطنيه كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقيه تهنئه مماثله الى اخيه عبد العزيز جراد الوزير الاول بالجمهوريه الجزائريه